بسم الله الرحمن الرحيم. ده منظر للهارت 3D عشان الناس اللي هي مش متخيلة الاناتومي نفسه. تمام، قدامك ده كل ده الهارت، اللي في الوش ده الار في، وراه معلش تاني كده، ده الار في، ده ال في، ما بينهم الانتيريور انترفنتريكولار جروف. هنلاقي ماشي فيه حاجتين، فين وارتري. الارتري هو ال دي، والفين هو الانتيريور كاردياك فين. وبعدين طب لو لفينا ومشينا ورا، هنبص فوق هنا نلاقي الليفت اتريال ابندج، حضنه كده وملمسه البالمونري ارتري. والبالمونري ارتري المين ترانك مقسوم لاتنين، ليفت ورايت، والرايت هو اللي بيعدي من تحت الكوبري اللي هو الاورتيك ارش. والاورتيك ارش مدينا 3 مين برانشز فروم ليفت ورايت، ليفت سبكليفيان ارتري، ليفت كومن كاروتيد ارتري، بعد كده البريكيو كيفاليك ترانك اللي بيتقسم الى رايت كومن كاروتيد اند رايت سبكليفيان ارتري. تمام، طيب لف معايا وامشي في البصوي بتاع الانتيريو كاردياك فين. هنلف كده، نلف خلينا نلف كده معاه. هتلاقي مديك ايه، لو وقفت هنا تلاقي مكتوب قدامك الجريت كاردياك فين. والجريت كاردياك فين بيصب فين؟ في الكوروناري ساينس. طب تعالى اكبر لك المشهد عشان تشوف وتتخيل. ده الكوروناري ساينس، ايه التريبيوتاريز بتاعته؟ رقم واحد الجريت كاردياك فين، رقم اتنين البوستيريور ليفت فنتريكولار فين، واللي جاي من فوق ده اسمه الاوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم اللي هو الليجامنت اوف مارشال. بعد كده بيجيله برانش كبير من البوستيريور انتر فنتريكولار جروف اللي انا واقف عليه ده، اسمه الميدل كاردياك فين اللي هو ماشي مع البي دي اي، اللي هو ماشي مع البوستيريور انتر فنتريكولار برانش. وبعدين في برانش تاني اسمه السمول كاردياك فين، لو لقيت السمول كاردياك فين هتلاقيه جاي ماشي مع الرايت كوروناري ارتري، وجاي عند منطقه الكراكس اللي هي منطقه التقاء البوستيريور اتريو فنتريكولار جروف مع البوستيريور انتر فنتريكولار جروف. دي الكراكس، وهي النقطه اللي عندها بيخرم الكوروناري ساينس الرايت اتريوم عشان يفتح فيه. طب لف معايا كده، لف معايا هتلاقي ده الار سي اي بروبر ماشي 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 ماشي، وده الفين اللي هو السمول كاردياك فين اللي هو ماشي معاه. خلينا نعلم عليه كده، وهتلاقي ده الارتري، ده نقف عليه رايت مارجنال، رايت مارجنال برانش، وبعدين هنا الار سي اي بروبر لايك سي شيب، ومديك الار في برانشز، وطالع طالع لحد ما يدي الكون الارتري. وبعد الكون الارتري بيدي برانش طويل بيرجع لورا لورا. خليك بقى متخيل، قلل لك الصوره كده وتشوف، بيدي برانش من هنا يمشي بوستيريور، يمشي بوستيريور ما بين الاورطه والابندج بتاع الرايت اتريوم، ويفضل لافف لافف يلف حوالين، بص بقى من فوق عامل ازاي، يلف حوالين السوبيريور فينا كيفا، وبعدين يمشي قدام يغذي كل الرايت اتريوم بما فيهم من بما فيهم الاريا بتاعه الاس اي نود. خلي بالك الحتت دي هايلي فاسكولارايزد، يعني ياما شفنا حالات توتال ار سي اي ومبقاش فيه هارت بلوك ولا فيه اس اي نودال ديسفانكشن. يعني في حالات كتيره جدا احنا اتفقنا ان بنسبه 60% الاس اي نودال بيرفيوجن او الارتيريا سبلاي بيبقى جاي من البروكسيمال ار سي اي، و40% جاي من ال سي اكس. ال سي اكس تعالى ما نلف معاه كده، ال سي اكس من ورا من ورا، هتلاقيك مد برانش ورايح عند الاس اي نود برضو اهو. ما هو ال سي اكس ماشي فين اهو، تمام، هيلف من هنا ويجي عند الايه الاس اي نود. وممكن في بعض الناس اقل من 1% هتلاقي فيه سيبرت اوريجن للاس اي نودال ارتري جاي من الاورطه دايركت، وممكن يبقى دبل بلاد سبلاي جاي من الاورطه وجاي من هنا. حتى شفت لو لاحظت في الموديل اللي قدامنا ده، هتلاقي فيه اتريال برانش طالع من منتصف الار سي اي مغذي برضو المنطقه دي. فمش معنى ان الار سي اي يبقى توتال معناه ان لازم يحصل اس اي نودال ديسفانكشن او هارت بلوك او حاجه زي دي. تمام، ده الموديل اوف ذا هارت.